موسيماني بيرفض هدايا الزمالك وبيتعادل مع الجونة بأداء غريب الشوط الأول وأغرب الشوط الثاني وخاصة بعد الهدف. هنتكلم في كل حاجة عن مباراة الأهلي والجونة في حلقة النهاردة، بس قبل ما نخش في الحلقة انزل اعمل لايك عشان الحلقة توصل لأكبر عدد من الناس، وسبسكرايب في القناة وفعل الجرس لو ما شفتنا عشان الحلقات تجيلك أول بأول. يلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في الأنجاصين. موسيماني النهارده بدأ بال 4 2 3 1 اللي بيبدأ بيها في كل الماتشات، بس في شويه تغييرات في العناصر بتاعت الفريق، وده متفهمه بسبب تلاحم المباريات وضغط الماتشات، وعنده افريقيا وعنده كذا ماتش، فبيحاول يريح لعيبته نوع ما شويه. بس انت بدأت النهارده بتشكيل انا ما كنتش فاهمه، انت لما جيت تريح ريحت كله مره واحده، بدأت بالشناوي قدام رامي ربيعه، سعد سمير، رمضان بيكهام، ناحيه الشمال كوكا، اتنين في نص الملعب اكرم توفيق وديانج، الاثنين نفس اللون نفس الشكل، قدام بيلعب بيه ناصر ماهر، ناحيه الشمال كهربا، ناحيه اليمين حسين الشحات، ومهاجم وحيد هو محمد شريف. الفكره هنا في حاجه واحده، ان موسيماني كان بيحاول يضغط او يحاول يخترق الجونه من عمق الملعب، وان انت تخترق الجونه من عمق الملعب فانت محتاج اللعيبه اللي انت معاها جنبك على الدكه اللي هم عمرو السوليه وقفشه، الاثنين دول انت محتاجهم في ارض الملعب، فانت الفكره ان انت محتاج الاثنين دول في ارض الملعب، وتحاول تخلي الثلاثي اللي انت بتلعب بيه في العمق، يعني يعتبر تلعب فيه في العمق اللي هم اكرم توفيق وديانج وناصر ماهر، هم اللي نفذوا الشكل ده مش هيعرفوا. ليه؟ لان ناصر ماهر اول حاجه بعيد تماما عن المشاركه بقاله فتره كبيره، دي حاجه. الحاجه الثانيه عندك اكرم توفيق وديانج الاثنين نفس الشكل ونفس اللون، الاثنين نمره 6 اللي بيضغطوا اللي بيستخلصوا الكوره، مش اللعيبه المهريه اللي ترمي لك سيرهات زي عمرو السوليه مثلا. ولكن الحاجة التانية اللي أنا كنت مستغربها جدا طول الشوط، إن أنت مدخل حسين الشحات وكهربا في عمق الملعب كمان، وبتحاول تطرف ناصر ماهر ناحية الشمال، أو بتحاول تخليه يعمل دور قفشة، واللي هو قفشة اللي بيميل ناحية الشمال وبيحاول يخش في العمق ويشوط أو يعمل ثرو، أو يحاول يلعب من ناحية الشمال على طول تشيب في منطقة الجزاء، وده ناصر ماهر ما عملهوش. وكمان الزحمة اللي في عمق الملعب مخلية التكتل بتاع الجونة متكتل أفضل بكتير، لان انت مش عارف تخترق من عمق الملعب، وكمان المساحه اللي انت سايبها في الاطراف مش عارف تستغلها، لان كوكا انت مش مطلعه تماما من مثبته ورا عشان المساحه اللي تبقى في ظهره، والناحيه الثانيه رمضان بيكهام اللي عايزين نقفله شويه حلوين. بيكهام لحد دلوقتي ما اثبتش ان هو باك يمين كويس، واللي احنا شايفينه ان الثقه ابتدت تروح من موسيماني من ناحيته شويه بشويه، ولكن انت بعد يعني انت دلوقتي مش واثق في رمضان بيكهام ناحيه اليمين كباك يمين، تخليه وينج يمين طب بالعقل، وبعد ما خليته وينج يمين دخلت في نص الملعب وشيل التاني. فانت موسيماني في الفتره الاخيره ابتدى يقلف كتير، ابتدى يزود كتير، ابتدى يحاول ان هو يبقى فيلسوف اكتر زياده عن اللزوم، اللي هو انا مدرب تقيل فبيبتدى يقلف، والتاليف مش كويس، المفروض تلعب بالناس المعروفه. رمضان بيكر مش كويس في الناحيه اليمين، مش مميز في الناحيه اليمين، بقى خلاص كارت محروق، تدخله في نص الملعب تلعب بثلاثه في نص الملعب، اكرم وديانج ورمضان بيكهام الثلاثه اللي بيلعبوا بنفس اللون، انت النهارده بنص الملعب ثلاثه بيلعبوا نمره 6 ولا ليهم اي لازمه، ولا حد بيعرف يربط ما بين نص الملعب والمهاجمين غير قفشه اللي بينزل يستلم منك الكوره ويرجع يلعبها، ولما كان ناصر ماهر في الملعب ما كانش بيعرف يعمل الدور ده، ما كنتش شايف ناصر ماهر الشوط الاول. وزياده على ده كمان توهان حسين الشحات وكهربا، الاهلي الشوط الاول لو كان عنده ونجات تقيله شويه غير كهربا وغير حسين الشحات كان ممكن الماتش ده او الشوط الاول على الاقل يخلص 2-0، لكن وجود حسين الشحات وكهربا الاثنين بعاد تماما عن مستوى حسين الشحات اللي بيلعب لك كل 10 ماتشات يجيب لك جون، وكهربا لحد ما جه الاهلي ما اداش اي اداء وما اثبتش نفسه باي حاجه، الاثنين دول في الملعب ادى ان الاهلي يخرج الشوط الاول متعادل 0-0، مش قادر يجيب جون، مش قادر يوصل لمرمى الجون اساسا، الجون اللي قدامك وكانه اتلتيكو مدريد قافل تمام كويس ومقفل الدنيا كويس وحاول يضربك بالمرتدات، والناحيه اليمين بتاع رمضان بيكهام شارع يا معلم، اي حد بيعدي جنب احمد رمضان بيكهام سلام عليكم بيعدي، سلام عليكم بيعدي، فانت بتكتف وعندك بره على الدكه السوليه وقفشه وكمان محمد هاني، فانت ليه ما بداتش بالناس دي؟ مع ان محمد هاني بقاله كتير بعيد، كنت ممكن تديله ماتش النهارده عشان يتجهز لماتش سان داونز لو خلاص كمان اسبوعين. فانت موسيماني الشوط الاول كان غريب، كان مخليني مستغرب انت ايه اللي بتعمله، ولكن الجيل الثاني حاول يعدل الحته دي وسحب كهربا وسحب ناصر ماهر ونزل قفشه ونزل طاهر محمد طاهر. الاهلي افتكر وموسيماني افتكر ان هم عندهم ماتش في الدقيقه 59، يعني في الدقيقه 59 الشوط الثاني الاهلي خلاص بقى افتكر ان احنا عندنا ماتش، وافتكر ان هو عنده ماتش امتى؟ لما جابوا الجول كمان، يعني لما جابوا الجول، والجول ما جاش من جمله او تمريره او بينيه او كل الكلام ده، لا الجول جه من شوطه من بره منطقه الجزاء من طاهر، حل شوطه جول اول. بعد الجول ده الاهلي ابتدى يضغط، جات انفراد حسين الشحات كان ممكن يقتل بيها الماتش، ولكن حنكشف حسين الشحات ضغط عليه وخلته يضيع الكوره،
وكمان بعد الجون وبعد الضغط انا قلت الاهلي خلاص جاب جون فهبتدي يضغط بشراسه كبيره جدا يجيب الثاني والثالث عشان ينهي الماتش. ولكن المفاجاه بالنسبه لي واللي عمله موسيماني النهارده هو اللي عمله كارتيرون امبارح، وان رجع لنص ملعبه وابتدى يدافع قدام الجونه، وده حاجه بصراحه انا مستغربها. فريق زي الجونه المفروض فريق بحجم الاهلي بيلعب الجونه يضغط عليه ضغط شرس وضغط عالي وضغط مخيف عشان يقدر يجيب منه جون واثنين وثلاثه تخلص الماتش. لكن انت بعد ما جبت الجون ابتديت تتراجع، ابتديت تدي الثقه وتخلي الجونه يلم اوراقه ورضا شحاته يلم اوراقه ويوقف لعيبته تاني على رجليها ويديهم امل ان هم يرجعوا في المباراه. وده اللي حصل، وده اللي حصل في الدقيقه 87 الجونه قدر يخطفها في جون. وبعد كده انت نزلت صلاح محسن، يعني حسين شحاته وكهربا وصلاح محسن لازم يقدموا حاجه للاهلي الفتره الاخيره الفتره الجايه، لان الثلاثي لحد دلوقتي ابيض يا ورد، حرفيا ابيض يا ورد، محدش عمل اي حاجه، محدش اثبت اي حاجه لحد دلوقتي. الاهلي في المباراه الجونه بيوقع نقط، والناحيه الثانيه الزمالك بيوقع نقط، فاحنا لحد دلوقتي محدش عارف مين هيبقى متصدر بعد ما ده لعب كل المؤجلات وده لعب كل المؤجلات، ومحدش باين لحد دلوقتي، مفيش حاجه باينه مين هيبقى متصدر في 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 نص الدور الثاني مثلا. ممكن مباراه الاهلي والزمالك بتاعت الاثنين الجاي هي اللي تحسم نوعا ما شويه، ولكن موسيماني تاني التاليف الكتير بيخسر، التاليف الكتير بيخلي الفرق اللي قدامك تاخد ثقه، التاليف الكتير في وسط المباراه. كنا في الاول بنقول موسيماني ممكن يكون بيقرا المباراه كويس، دلوقتي موسيماني ولا بيبدا المباراه كويس ولا بيقرا المباراه كويس. هقول لك تاثير الغيابات يفرق، علي معلول يفرق، بدر بنون يفرق، ايمن اشرف يفرق، كل دول يفرقوا طبعا، كل دول طبعا كانوا ركائز اساسيه مع الاهلي يفرقوا جدا جدا جدا. وزياده على ده كمان تاثير ضغط المباريات والارهاق والاجهاد والغيابات وكل الكلام ده ياثر، ولكن موسيماني في ظل التاثير اللي جاي عليه في غياب اللعيبه وتلاحم الماتشات والاجهاد وكل الكلام ده، تفكيره في الملعب او فكره في الملعب بيبان لك ان هو مدرب مش قد كده. موسيماني ارقامه كويسه، موسيماني ارقامه على المستوى العالمي وعلى المستوى الافريقي وكل الكلام ده كويس، ولكن فكره وتفكيره في ارض الملعب ما يدلش ان هو مدرب كبير، ما يدلش ان هو مدرب تقيل. كذا مره بنشوف موسيماني بيعمل تغيير غلط، بيبدا بتشكيل غلط، بيقرا المباراه غلط. ماتش المصري قدم مباراه سيئه جدا في الاخر كسب، ماتش النهارده قدم مباراه برده سيئه وتعادل، وماتش سموحه اللي قبل ماتش المصري قدم مباراه سيئه وخسر. فانت وماتش ماتش انبي قدرت تكسبه ماشي تمام، في اخر اربع ماتشات انت كسبت ماتشين وخسرت ماتش وتعادلت ماتش، ارقام برده كويسه، ولكن بتكلم في الفكر، بتكلم في التكتيك، بتكلم في تفكير المدرب. لسه المدرب لازم يبقى تفكيره يبين لك في ارض الملعب انا ده مدرب فاهم، ده مدرب تقيل، ده مدرب في ماتشات كبيره، في ماتشات تقيله ممكن يبقى كويس. ولكن اللي شايفينه لحد دلوقتي ان موسيماني، انا لحد دلوقتي بصراحه ما اقتنعتش بموسيماني. مباراه النهارده، مباراه المصري، مباراه سموحه، ما اقنعنيش موسيماني. لسه موسيماني عنده مباراه تقيله جايه، عنده الزمالك وعنده سان داونز وعنده مباراه تقيله جايه في الطريق. وممكن موسيماني يغير قناعاتي ويغير قناعات ناس كتير وشريحه كبيره سواء من الاهلاويه او الزمالكاويه او اي حد، ممكن يغير قناعات ناس كتير ومنهم انا. ولكن لحد دلوقتي انا ما اقتنعتش بموسيماني، وشايف ان موسيماني ايامه بقت قليله في النادي الاهلي، وممكن يكون اخر موسم ليه مع الاهلي لو ما كانش فعلا اخر موسم مع الاهلي. بس في الاول والاخر ده كان رايي انا في مباراه الاهلي وجونه، وكمان رايي في موسيماني. قول لي رايك انت في موسيماني في الكومنتس، قول لي رايك في المباراه، قول لي توقعك، هل موسيماني يقدر يكمل لفتره كبيره مع الاهلي ولا هو اخر الموسم ده والموسم الجاي بالكتير وهيمشي؟ قول لي رايك في الكومنتس، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك عشان توصل لاكبر عدد من الناس، اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتابعوني على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت، واعمل شير على الفيسبوك، ريتويت على تويتر، وكمل مع مصطفى عشان كل الحلقه الجايه. سلام.